بمشاركة فاعلة كويتية. انطلقت فعاليات ملتقى الإعلام العربي في دورته السادسة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وجاء الملتقى تحت شعار رؤية الشباب لمستقبل الإعلام. هذا ويهدف الملتقى إلى تطوير الخطاب الإعلامي وقدرات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية بفكر مستشرف لأهمية صناعة الإعلام في الحفاظ على أمن الأمة العربية واستقرارها. تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، انطلقت فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته السادسة لتعزيز مشاركة الشباب في تطوير منظومة الإعلام العربي، بحضور الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، ومشاركة مدير العام الهيئة العامة للشباب عبد الرحمن المطيري، ومدير إدارة التوجيه الإعلامي بوزارة الإعلام صالح زيد العتيبي. نشكر كل من شارك معنا وساهم في إنجاح هذا الملتقى. هي رسالة نحملها للشباب من خلال وجود إعلاميين وشباب وحوارات مفتوحة مختلفة. نتمنى أن تحقق هذه الرسالة الإيجابية أهدافها. نحن نسعى إلى التواصل مع الشباب عبر طرح إعلامي إيجابي مكثف. شهدت جلسات الملتقى إلقاء الضوء على تجربة دولة الكويت في تشجيع الشباب للالتحاق بسوق العمل الإعلامي، كما رحب المشاركون باختيار دولة الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017. احنا عندنا تجربة رائدة في دولة الكويت برؤية حكيمة ثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه، قائد العمل الإنساني، بأن أطلق المؤتمر الكويت تسمع، بأن كانت هناك مساحة كبيرة للشباب بأن يقدمون أفكارهم ومقترحاتهم وأراءهم في كافة المجالات، فجعل القطاعات الحكومية وقطاع الخاص والمجتمع المدني تستمع إلى الشباب. وزارة الإعلام في الكويت كانت السباقة في الوطن العربي في التأقلم مع ما توصلت إليه وسائل الإعلام، حيث أنشأت قطاع الإعلام الجديد وهو إعلام معني بجميع مواقع التواصل الاجتماعي كحسابات رسمية لوزارة الإعلام من أجل مخاطبة وتوجيه الشباب من خلال هذه المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي. تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل ومدى التأهيل المطلوب بالمجال الإعلامي في ظل عصر ثورة المعلومات أهم المحاور التي طالب بتفعيلها الملتقى الإعلامي العربي. حيدر علي، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.